حنعمل زي تمرين هرمي بتمارين البطن كاملة، تمام؟ حنبدأ بأول تمرين، حنعمله 10 تكرارات، بعدين حنزيد لـ20 لـ30 لـ40 لـ50، بعدين حننزل. حنبدأ بالتمارين من الأصعب للأسهل. بداية حنعمل ليج ريز بوش، اللي هو ركبنا بتكون فوق الحوض مباشرة. حنعمل 10 عدات، 1 وبنرجع، 2 وبنرجع. نحاول إنه ندفش الحوض لفوق. إذا ما قدرنا ندفش الحوض بإمكاننا إنه نشتغل بهذا الليفل up and down، بس مجرد ما إنه الركب طلعت بس نتحكم بالحركة من الحوض تماما، up and drop، أو مع البوشينج وبنرجع بنعمل كنترول على الركبة إنها تضلها فوق. If done، خلصنا 10. هلا حنعمل 20 سيت أبس. حنوقف بجسمنا تقريبا، نقرب كوعنا على فخذنا، طبعا التمرين الأسهل اللي ممكن نوصل لنص طلعة تقريبا، في حال ما بنقدر نطلع كامل ممكن نرفع جذعنا قد ما نقدر على الأرض بنص طلعة، أو بنكمل زي ما إحنا ركبنا زاوية 90 ونمشي برذن معين up down go up good. بعد الـ20 هون هنعمل 30 سيزر بالرجلين، نرفع رجلين واحدة فوق واحدة تحت، وهنعمل تبادلي 1 2 3 4 5 6. ممكن نضل عاملين كرانش عشان نحمي أسفل الظهر. نحاول نرفع رجلينا لأعلى، إذا بدنا خيار سهل بإمكاننا نثني الركب ونشتغل بهذا الليفل، يكون في تاتش خفيف على الأرض بنفس الوقت إنه نتحكم بالحركة من الحوض. ممكن نرجع للليفل نفسه، نشد على البطن، نرفع رجل لفوق، اللي بخلص 30 بيوقف شوي نفس. هلا بدأنا نحس أكثر بعضلات البطن. هلا الحركة الرابعة هتكون 40 تكرار، 1 2 3 4. نحاول نلمس تقريبا الكالف اللي هي عضلة الساق من الجنب، نطلع بكتفنا، نعمل تويستينج، في طريقة للنفس ممكن نحس بأنها بتريحنا شوي، إنه بننفخ أو بنفرغ لبرا لما نطلع لفوق. 1 1. نحاول نمسك ريذم، إذا حسينا إنه الرينج أوف موشن بعيد ما بنقدر نلمس ممكن نرجع كعابنا لورا وبنكمل، بتصير أسهل شوي. التشين أو الدقن دائما قريب من الصدر. تايم بعد الـ40 هون حنضل تحت، حنعمل كرانشز ستريت، ايدينا على فخذنا، حنلمس بس صابونة الرجل ونرجع. الحركة الخامسة حتكون بتكرار 50، بعدين حنرد نرجع بشكل عكسي، ايدينا هون up 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 1 1 good. قد ما قدرنا نطلع لفوق بكون أحسن، نتأكد إن العضلة بتعمل انقباضها الكامل زي ما حكينا على الدقن، النظر مستقيم تقريبا بين الركبتين. 1 2 1 2. حنحس بشد هون طبعا على كامل عضلات البطن بس، لكن الجزء اللي بيتحرك هلا هو الأبر بودي بس، لا يعني إنه عضلات اللور أبس ما بتشتغل، هي وحدة وحدة كاملة بتشتغل مع بعضها. طبعا العد عندنا هون مع كوتش مهند، فهو راح يعطينا الإشارة بأنه خلصنا 50 up down up down up down. ياك ده amazing. نرتاح شوي، ناخذ شوية ريكفري،
هلا من 50 حنرجع ل 40. هيك 1 2 1 2. Good. Twisting to the side. نوصل تقريبا عند مستوى الركبة أو بعد للكالفز. 1 and 2 1 and 2. Good. بعد ما نخلص هون 40 حنرجع للحركة اللي هي بالعد 30. إيدينا على الأرض نعمل سويتش. صرنا عارفين الستركتشر. هاي الحركة اللي هي بنعمل فيها تكرار 30 زي ما حكينا. الأوبشن تبعها بإنه ندخل الركبة لجوا نعمل تاتش خفيف على الأرض. Good. الحركة اللي بعدها زي ما حكينا حتكون سيت أبس 20. احنا بنذكركم بالتمارين وانتوا اشتغلوا بالضبط على التكرار اللي هو طلبناه. Up and down. Breathe out. أو اللي هي النص طلعة. 1 and 2. نحس إنه كل ظهرنا بيطلع عن الأرض أو بنكمل بالرينج أوف موشن كامل. إذا آخر حركة اللي هي تكرار 10 حتكون هون من الأرض. رجلينا فوق. زاوية 90. Push. وبنرجع up and down up and down. Good. أو بس هي عبارة عن رفع للرجلين. ممكن تكون نشغل فيها الجزء الأسفل من الجسم عشان برضه يشغل كل عضلات البطن ولكن بطريقة عكسية. ممكن نسميها reverse crunch. Good. Relax. نريح شوي. اللي بيحسوا حالهم بعد البيراميد هاد انه صار في تعب كبير ممكن يريحوا. اذا حسيتوا سهل ممكن نرجع نعيد من 10 ل 50 كمان مره. بدنا نعمل ستريتش للعضلات اللي هي هلا شغلناها. ركب على الارض ننزل شوي شوي بالحوض لتحت. نتاكد انه ايدينا بالضبط تحت الكتفين. نرفع الصدر. حنحس في شد في عضلات البطن هلا. جود. هاي الحالة بندفش بالأرض عشان كتافنا يكونوا بعاد. Good. نرجع لورا نعمل تشاي بوز. نريح عضلات الظهر كاملة لأنها بتكون عضلات المقابلة طبعاً العضلات اللي اشتغلت هلا حالياً بتكون تعمل زي بالانس للجسم وللحركة. ناخذ ستيب لقدام عشان عضلات الحوض اكيد اشتغلت بالتمارين الاخص اللي هي اشتغلنا فيها بتمارين رجلين الرفع. حوض من العضلة الامامية. صدر مرفوع. كل ما نزلنا بحوضنا لقدام يكون احسن بس متاكد انه رجلنا طبعا واسعه هون. سويتش 1 and 2. نتوازن وزننا على كعب رجلنا هون. الركبه تقريبا فوق الكعب. جود. الحوض للامام بشكل مستقيم. فاذا عرفنا اليوم آلية التمرين إيش هي؟ هي عبارة عن تمرين هرمي من 10 ل 50 وبعدين من 50 ل 10. وزي ما حكينا إذا بدنا نرفع ليفل التمرين نرجع نطلع كمان مرة ل 50 وممكن نرجع كمان مرة ل 10. فإحنا بنزيد تكرارات على حسب تحمل عضلات البطن والمحيط عندنا. صرتوا عارفين كيف ترفعوا ليفل التمرين أكيد. نتنفس وننزل شوي شوي عشان الهامسترينج. Good. Standing. ناخذ الكوادز اللي هي العضلة الأمامية للفخذين نتوازن على الأرض. نسحب شوي الركبة لورا عشان نحس في ستريتش أكثر هون على عضلة الفخذ الأمامي. ثبات بالمكان. نفس.
سويتش، الرجل الثانية، حاول نتوازن على الأرض. Good. روتيشن الجذع عشان العضلات اللي عملنا فيها روتيشن. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم.